أعلنت نقابة المحامين اليوم عن موافقة اللجنة العليا للانتخابات على الطلب المقدم منها للإشراف على انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 28 من مايو القادم، معلنة عن تنظيم دورة تدريبية للمحامين المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية. أعلن عدد من أعضاء التيار الشعبي الذي يرأسه حمدين صباحي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استقالتهم من التيار الشعبي اعتراضا على ترشح صباحي للرئاسة خلال مؤتمر جماهيري بأبو النمرس. أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستبدأ في التنسيق مع شركات السياحة المتخصصة في رحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم العمرة، وذلك لتوعيتهم بعرض مرض كورونا المنتشر حاليا بالمملكة العربية السعودية وكيفية التصرف في حالات ظهور تلك الأعراض على أحد أفراج الأفواج المسؤولين عنها. انطلقت مسيرة تضم المئات من النشطاء وشباب من مختلف القوى السياسية من أمام سنترال القبة إلى قصر الاتحادية مساء أمس للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن شباب الثورة المحبوسين. قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري إن التظاهر أمام قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس عدلي منصور بالإفراج عن المحتجزين يعد إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن الرئيس لا يملك دستورا أن يتدخل في قضية متداولة أمام المحكمة أو يتم التحقيق فيها أمام النيابة العامة. قال مصدر أمني مسؤول إن المظاهرات التي نظمتها بعض القوى الثورية أمس بمحيط قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر شهدت اندساسا لعشرات من تنظيم الإخوان الإرهابي والمثير للشغب والذين حاولوا الاصطدام مع قوات الأمن. اعتدى عدد من المتظاهرين الذين شاركوا أمس في المسيرة التي خرجت من سراي القبة إلى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، اعتدوا على حسن شاهين أحد مؤسسي حركة تمرد بجوار إحدى محطات الوقود بالقرب من الاتحادية. أصيب 3 مجندين من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محيط قصر الاتحادية نتيجة رشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل عناصر من القوات السياسية والمتظاهرين بمحيط القصر الجمهوري لإسقاط قانون التظاهر. قضت محكمة الجنايات بالمنيا الدائرة 7 برئاسة المستشار سعيد يوسف ببراءة 4 من قيادات الإخوان المتهمين بمخالفة قانون التظاهر، في مقدمتهم ممدوح مبروك أحد قيادات الإخوان ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق وحمدي علي نائب سابق عن الحرية والعدالة. قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان معلقا على المسيرات والاعتصامات المطالبة بإسقاط قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية إن المجلس اعترض على هذا القانون قبل إصداره مطالبا بإلغاء القانون الحالي تجنبا لإحداث المزيد من الانقسام. أكد أبو العز الحريري أن قانون التظاهر هو عمل إرهابي في حد ذاته، مشيرا إلى أن هذا القانون يتجاهل أن مصر ثارت مرتين وأن الشعب كسر حاجز الخوف. قالت الوكالة الألمانية إن مصادر سياسية وعسكرية وأمنية ليبية كشفت أن مطار معتيق الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس شهد حركة وصفت بالمريبة مؤخرا بسبب تواتر الرحلات الجوية لعدد من الطائرات القطرية المدنية والعسكرية.